برعاية كريمة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تنطلق يوم غد أعمال مؤتمر الإسكان العربي الخامس دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي الذي تنظمه وزارة الإسكان بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والذي من المقرر أن يشهد حضور وزراء الإسكان والتعمير بالدول العربية، إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات والجهات المحلية والدولية المهتمة بقطاع الإسكان والتنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر على مدار يومي انعقاده إلى تسليط الضوء على دور القطاعين العام والخاص في توفير السكن الاجتماعي ومناقشة الرؤى المتعلقة بمساهمات الوزارات والهيئات الحكومية في إشراك المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التطوير العقارية في توفير السكن الملائم، فضلا عن التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانيات وموارد وبين التحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة.